بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادية. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله غنشوفوا تتمة تصحيح الفرض المنزلي رقم 2، غنشوفوا التمرين الأخير، تمرين 3، تمرين ديال المقارنة والتأطير. إذا هذا هو التمرين، قارن العددين إكس و إيكغيك في الحالة التالية. السؤال الثاني، نعتبر العددين أ و ب بحيث أ محصور ب، وهنا جوج زائد واحد محصورة. السؤال الأول بين أن السي محصور بين واحد وجوج. السؤال ب، أطر الأعداد التالية. إذا غنبداو بالسؤال الأول ديال مقارنة العددين إكس و إيكغيك. إذا اللي نقارن إكس و إيكغيك، الحالة الأولى إكس تساوي ناقص 5 جذر 11، إيكغيك تساوي ناقص 5 جذر 7. إذا الحالة الأولى لدينا إكس تساوي ناقص 5 جذر 11 و إيكغيك تساوي ناقص 5 جذر 7. بالنسبة للمقارنة، ممكن نستعملوا أي خاصية كتبان لينا سهلة. عندنا بزاف ديال الخصائص ممكن نستعملوهم في مقارنة عددين. كنشوف أسهل أو الخاصية اللي عاقل عليها، كاين بزاف ديال الخاصيات، نشوف أسهل خاصية ولا الخاصية اللي عاقل عليها. إذا لاحظتوا عندي هنا ناقص 5 ناقص 5، هادو بحال بحال، يعني باش نقارن هادو ممكن نقارن غير جذر 7 مع جذر 11 ونضرب الطرفين في ناقص 5، وهنا لقيت المقارنة. أو لا ممكن نرفع هادو أسيتنا ونستعمل ديك الخاصية ديال الأس، أو لا ندخل هاد 5 وسط الجدر، نقارن الجدر ديال 25 في 11 مع الجدر 25 في 7، من بعد نضرب الطرفين في الناقص، يعني ديك الخاصية ديال الجدر. إذا كان أ أصغر من ب فإن الجدر أصغر من الجدر ب، والعكس يعني هو إذا كان الجدر أصغر من الجدر ب فإن أ أصغر من ب. كاين بزاف ديال الخصائص، حنا غنشوفو أسهل خاصية أو أسهل طريقة. عندي هنا ناقص 5 ناقص 5، هادو بحال بحال، غنقارن الجدر 7 مع الجدر 11. نعلم أن 7 أصغر من 11، هذه باينة، 7 أصغر من 11، أي غندخل الجدر، جدر 7 غتبقى أصغر من جدر 11، إذا كان أ أصغر من ب فإن جدر أ أصغر من جدر ب، وغنضرب الطرفين في ناقص 5، ملي كنضربو الطرفين متفاوتة في عدد سالب يتغير الترتيب، كان أصغر غيولي أكبر، كان أكبر غيولي أصغر. إذا ناقص 5 في جدر 7 هي ناقص 5 جدر 7 أكبر من ناقص 5 جدر 11. إذا هذه هي مقارنة العددين إكس و إيكغيك في الحالة الأولى. غنمروا للحالة الثانية، لدينا إكس يساوي 1 على جدر 2 ناقص جدر 5، و إيكغيك يساوي 1 على جدر 2 ناقص جدر 6. إلا لاحظتوا 1 على المقلوب، يعني يكفي هنا نقارنوا الفرق جدر 2 ناقص جدر 5 مع جدر 2 ناقص جدر 6، من بعد ندير المقلوب. ملي كنديروا المقلوب كيتغير الترتيب. إذا غنقارن جدر 2 ناقص جدر 5 مع جدر 2 ناقص جدر 6. عندي هنا جدر 2 جدر 2، يعني ممكن نقارن ناقص جدر 5 مع ناقص جدر 6 ونزيد الطرفين جدر 2. إذا لدينا أو نعلم أن 5 أو 6 أكبر، 6 أكبر من 5. إذا دخلنا الجدر غتعطينا جدر 6 أكبر من جدر 5. إذا ضربنا الطرفين في الناقص غتعطينا ناقص جدر 6، يتغير الترتيب، أصغر من ناقص جدر 5. غنزيدو للطرفين جدر 2، عندنا هنا جدر 2 جدر 2. ملي كنزيد بنفس العدد للطرفين لا يتغير الترتيب، غنزيد هنا جدر 2 وغنزيد هنا جدر 2. إذن آخر حاجة لقيناها هي هادي، ناقص جدر 6 أصغر من ناقص جدر 5، نزيدو للطرفين جدر 2، ناقص جدر 6 زائد جدر 2 راه هي جدر 2 ناقص، عفوا، جدر 2 ناقص جدر 6، أصغر هنايا ناقص جدر 5 زائد جدر 2 راه هي جدر 2 ناقص جدر 5، زدت هنا جدر 2، زدت هنا جدر 2، لا يتغير الترتيب. أشنو قارنا هنايا؟ جدر 2 ناقص جدر 6 وجدر 2 ناقص جدر 5. غندوزو دابا للمقلوب، غنقلبو هادشي كامل، 1 على جدر 2 ناقص جدر 6 أكبر، ملي تندير المقلوب كيتغير، مسكان أصغر غيولي أكبر، من 1 على جدر 2 ناقص جدر 5. هذا هو السؤال. إذا قارنا 1 على جدر 2 ناقص جدر 6 مع 1 على جدر 2 ناقص جدر 5، 1 على جدر 2 ناقص جدر 5، شناهي هذه؟
إيكغيك وهذه إكس، إذا إيكغيك أكبر من إكس أو إكس أصغر من إيكغيك بحال بحال. إذا غنمرو السؤال الثاني، نعتبر العددين أو بي بحيث محصور بين 3 و 4، بي محصور بين ناقص 3 و ناقص 2، 2 سي زايد 1 محصور بين 3 و 5. السؤال ألف، بين أن السي محصور بين 1 و 2. إذا ألف أو ثانيا ألف، لنبين أن سي محصور بين 1 و 2. منين غنبدا؟ لاحظوا هنا عندي أ، هنا ب، هنا جوج سي زائد 1، يعني غنستعن بهذه باش نقدر نوصل للتأطير ديال السي. إذا لدينا جوج سي زائد 1 محصورة بين 3 و 5. باش تبقى عندي غير سي هنايا، خصني نتخلص من 1 ونتخلص من 2. باش نتخلص من هاد زائد 1 غنقص 1، يعني غنقص الأطراف كاملين، أولا غنزيد ناقص 1. ملي كنزيدو نفس عدد الأطراف لا تغيير الترتيب. دونك هنايا 3 زائد ناقص 1 أصغر من 2 سي زائد 1 زائد ناقص 1 أصغر من 5 زائد ناقص 1. زائد 1 ناقص 1 صفر، غتبقى 2 سي. هاهي 3 ناقص 1 هي 2، 5 ناقص 1 هي 4. باش نتخلص من 2 خصني نضرب كلشي في 1 على 2. ملي كنضرب الأطراف كاملين في عدد موجب لا تغيير الترتيب، يعني 2 في 1 على 2 راه عدد موجب، 2 سي في 1 على 2، 4 في 1 على 2. هنايا 2 في 1 على 2 هي 2 على 2 هي 1، أولا غنقول غنختزل بجوج غتبقى 1، صغر من أو تساوي هنا غتمشي 2 مع 2 غتبقى سي في 1 هي سي، هنايا 4 في 1 4 على 2 هي 2. هذا هو المطلوب في السؤال، بين أن السي محصور بين 1 و 2، بين 1 و 2. إذا نمشيو للسؤال بي أطه، بي إذا بي أو باء، لنؤطر نبداو بـ أ زائد بي، الجمع تأطير مجموع عددين. لدينا أ محصور بين 3 و 4، بي محصور بين ناقص 3 و ناقص 2، وبالنسبة للجمع كنمشيو نشيل هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، هذا زائد هذا. دونك أ زائد بي غيكون محصور بين 3 زائد ناقص 3 و 4 زائد ناقص 2. دونك أ زائد بي غتكون محصورة بين 3 زائد ناقص 3 صفر، 4 ناقص 2 هي 2. هذا هو التأطير ديال أ زائد بي. لنؤطر 3 أ زائد 4 بي زائد سي، عارضة أخرى، لنؤطر 3 أ زائد 4 بي زائد سي. يعني هنا شنو غندير؟ التأطير ديال 3 أ، التأطير ديال 4 بي، ندير التأطير ديال هذا المجموع، من بعد التأطير ديال هذا المجموع مع سي. إذا لدينا أ، لدينا أ محصورة بين 3 و 4. باش تبان عندي 3 أ خصني نضرب كلشي في 3، 3 في 3 90، 3 في أ هي 3 أ، 3 في 4 هي 12. إذا 3 أ محصورة بين 90 و 12. وعندنا بي محصورة بين ناقص 3 وناقص 2، إذن بي محصورة بين ناقص 3 وناقص 2. شنو بغينا؟ بغينا 4 بي، يعني نضرب كل شيء في 4، ناقص 3 في 4 هي ناقص 12، هنا 4 في بي هي 4 بي، 4 في ناقص 2 هي ناقص 8، هذه 4 بي، و 3 محصورة بين 9 و 12، نمشي ندير الجمع ديالهم، يعني غنجيب هذه هنايا 3 أ محصورة، نقادوني باش يبان لنا هادشي، 9 و 12، ونجمعو نيشان 3 أ زائد 4 بي، غتكون محصورة بين 9 زائد ناقص 12، و 12 زائد ناقص 8. دونك 3 أ زائد 4 بي
محصورة بنش، الإشارة غتكون سالبة، والفرق 12 ناقص 9 هي 3، 12 ناقص 9 هي 3، والإشارة سالبة. هنا الإشارة موجبة، 12 ناقص 100 هي 4. حنايا أشنو بغينا دابا؟ اضطرنا 3A زائد 4B، 3A زائد 4B زائد C، ولدينا C محصورة بين 1 و 2، هيا لقيناها محصورة بين 1 و 2، وغنمشيو نيشان الجمع، 3A زائد 4B زائد C هي هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، 3A زائد 4B زائد C محصورة بين ناقص 3 زائد 1 و4 زائد 2. ناقص 3 زائد 1 الإشارة سالبة، والفرق يعطينا 2، وهنا 3A زائد 4B زائد C، و4 زائد 2 هي 6. هذا هو التأثير ديال 3A زائد 4B زائد C. نمر للتأثير ديال A ناقص A ناقص C. نأطرو A ناقص C، إذن عريضة واحدة أخرى، لنؤطر A ناقص C. لدينا A محصورة بنش 3 و4، C محصورة بين 1 و2، A ناقص C الفرق ماشي بحال الجمع، يعني هذا ناقص هذا 3 ناقص 2، وهذا ناقص هذا 4 ناقص 1. إذا A ناقص C محصورة بين 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 1 3. هذا هو التأثير ديال A ناقص C. التأثير ديال A في B، لنؤطر A في B، لنؤطر A B، عندنا A محصورة بين 3 و4، و B محصورة بين ناقص 3 و ناقص 2. إلا بغينا نديرو الجداء ديال A في B، في هاد الحالة ما يمكنش، لأن الخاصية ديال الجداء كتهضر على أعداد موجبة، يعني باش ندير الجداء خص يكون هذا موجب ويكون هذا موجب، بعدد سالب حيت محصور بين ناقص 3 و ناقص 2، خصني نردو بعدا عدد موجب. يعني في الأول غندير التأثير ديال ناقص A B، يعني غنضرب هنايا كلشي في ناقص باش يولي هذا عدد موجب، يعني غنأثر ناقص B، وندير الجداء ديال A في ناقص B يعني ناقص A B، من بعد نضرب كلشي في ناقص باش نلقى التأثير ديال A B. إذن أو أي، هنا غنضرب كلشي في ناقص، ناقص أو B في ناقص 1 هي ناقص B، وملي كنضربو في عدد سالب كيتغير الترتيب، هاد ناقص 2 غتجي هنايا في ناقص 1 هي 2، هاد ناقص 3 غتجي هنايا في ناقص 1 هي 3، إذا ناقص B محصورة بين 2 و 3. عاد دابا نمشيو نديرو الجداء ديالنا بشكل عادي، A راها محصورة بين 3 و 4، A محصورة بين 3 و 4، نديرو دابا هدف هذا، هدف هذا، هدف هذا. بالنسبة للجداء ملي تيكونو هاد الأعداد أعداد موجبة ما عندناش إشكال، نيشان هدف هذا، هدف هذا، هدف هذا. دونك A في ناقص B هي ناقص AB، 3 في 2 هي 6، 4 في 3 هي 12. هذا التأثير ديال ناقص AB، نضرب كلشي في ناقص باش نلقى التأثير ديال AB. هنايا ناقص AB في ناقص 1 غتعطيني AB، غنجيب 12، هنايا في ناقص 1 هي ناقص 12، 6 هنايا في ناقص 1 هي ناقص 6. هذا هو التأثير ديال AB، يعني AB محصور بين ناقص 12 وناقص 6. دائما في الجداء إذا كانوا عندي هاد الأعداد أعداد موجبة كندير تأثير نيشان، أول الجداء نيشان هدف هذا، هدف هذا، هدف هذا. إذا كان واحد فيهم سالب كنقلب، يعني تنضرب كلشي في الناقص باش يولي عدد موجب كيف ما درنا هنايا، وكنأطرو ناقص AB هاهي، من بعد كنضرب عاوتاني كلشي في الناقص باش نلقى التأثير ديال AB. إذا نشوفو ناقص B على A ناقص C. قلنا ناقص B محصورة بيناش، ناقص B محصورة بين 2 و 3، و A ناقص C محصورة بيناش، A ناقص C الله درنا التأثير ديالها هاهي، معقلناش عليه نعاودوها ماشي مشكل،
عندنا أ محصورة بين 3 و 4 و س محصورة بين 1 و 2. أ ناقص س قلنا 3 ناقص 2 1 و 4 ناقص 1 3. هذه أ ناقص س. إلا بغينا الخارج يعني هذا على هذا شنو غنديرو؟ هذا على هذا، هذا على هذا، ناقص ب على أ ناقص س. هذا راه عدد موجب، هذا عدد موجب، تكون محصورة بين 2 على 3 و 3 على 1. دونك ناقص ب على أ ناقص س محصورة بين 2 على 3 و 3 على 1 هي 3. طبقنا النشان الخاصية، هذا على هذا، هذا على هذا، 2 على 3 ها هي 3 على 1 تساوي 3. هذا هو التأثير ديال ناقص بي على أ ناقص سي. ولا ممكن ندير واحد الحاجة، نتابعو نعاودو بطريقة واحدة أخرى، ممكن نعاودو نستعملو واحد الطريقة ديال الجداء. غنأثر المقلوب ديال أ ناقص سي، يعني 1 على أ ناقص سي. ملي كندير المقلوب كيتغير الترتيب، غتجي 3 هي بالمقلوب 1 على 3، وهنا 1 على 1 اللي هي 1. وغندير الجداء، هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا، ناقص بي في 1 على أ ناقص سي. دائما أ في 1 على بي راه كتساويش أ على بي، يعني ناقص بي في 1 على أ ناقص سي راه هي ناقص بي على أ ناقص سي. وغندير الجداء بشكل عادي، هذا في هذا، 2 في 1 على 3 2 في 1 على 3 2 في 1 هي 2، يعني غتعطيني 2 على 3. وهذا في هذا، 3 في 1 هي 3. هادشي اللي لقينا حتى بديك الطريقة، يعني طبقنا الخاصية النشان، لقينا هنا 2 على 3 وهنا 3. إذن هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. موعدنا فيديوهات أخرى إن شاء الله. ما تنساوش دائما الاشتراك، إعجاب، تعليق إلا كان شي تعليق. أعانكم الله.